هلا وهلا وتعالوا نسوي اطيب تشريب دجاج الدجاجة تقريبا عندي كيلو ونص مقطعتها الست اقسام وياها بهارات صحيحة وبهارات مطحونة بصل شرايح البهارات اول شي راح اسلق الدجاج بورق الغار والقرنفل وبعدين اضيف لباقي البهارات ملعقتين طعام من معجون الطماطة وعصير طماطة اثنين وحمص يا اما مسلوق وضيفوه بالنهايه او حمص مجروش تحمسوه ويا الدجاج من البدايه اول شيء راح نسويه راح نسلق الدجاج لمده دقائق اخلي ورق الغار وقرنفل حتى بس تروح من عند الزفره ونشيلها الطبقة الفوق بعدين نغسله ونبدي نحمسه بجدر على النار تخلون شويه دهن حر وزيت تحمسون تحمسون البصل تضيفوه للبهارات المطحونه ونوم بصره الكامله وبعدين ترجعون عليه قطع الدجاج تقلبوها زين تحمسون معجون الطماطئ وضيفون الطماطم المعصورة خلوها على نار عالية لمدة دقائق وبعدين تنصوها إلى أن تستوي وألف عافية